بعيدا عن المستطيل الاخضر كمان عاوز اقول ان بعثه النادي الاهلي على كل المستويات برئاسه الاسطوره كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مقدمه نموذج راقي جدا ومحترم جدا ومشرف للكره المصريه في محفل عالمي زي كاس العالم للانديه. بنشوف الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على تويتر منزل صوره لتواجد المهندس خالد مرتجي ممثلا عن النادي الاهلي مع انفانتينو رئيس الفيفا وبيريز رئيس نادي ريال مدريد لتبادل الهدايا التذكاريه. واجهه مشرفه ورائعه، والاهلي دايما سواء في علاقاته الدوليه او علاقاته مع الاشقاء في شمال افريقيا والمنطقه العربيه قمه في التحضر والرقي. وبنشوف كمان الفيفا وهو بيوجه رساله لفريق النادي الاهلي ويقول صباح الخير، خساره جوله لا تعني خساره المعركه، الاهلي هو يعني الاهم هو عدم الاستسلام والقتال بشرف. يعني الحقيقه ما تقدرش تقول على النادي الاهلي غير انه ممثل مشرف للكره المصريه والعربيه والافريقيه، ما تقدرش تقول على النادي الاهلي غير انه هو فعلا قدم نموذج متحضر جدا 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 سواء على المستوى الاداري سواء على المستوى الفني سواء على عقليات الناس اللي في بعثه النادي الاهلي كلها، حاجه مشرفه جدا 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 يعني.